بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اهلا وسهلا بحضراتكم حبيبنا الغاليين. الفيديو جديد في فيديوهات الميكروبيولوجي في المراجعه. ان شاء الله النهارده فيديو نتكلم على نمو البكتيريا والاحتياجات ليها. طبعا البكتيريا بتحتاج الى بعض الحاجات عشان تكبر في الحجم والعدد. البكتيريا دياتي عشان تنقسم وتكبر لازم نحتاج الى بعض الحاجات الغذائيه نوتريشنال او حاجات فيزيائيه او حاجات غازيه، سواء كانت هي تعوز اكسجين هي بتحب الاكسجين، تمام، يبقى هي اسمها ايروبيك، او ما تحبش الاكسجين يبقى اسمها ان ايروبيك. طيب بالنسبه للحاجات الفيزيائيه بتحتاج حراره، تحتاج الى درجه حموضه معينه دي اتش. الاحتياجات بتاعتها الغذائية احتاج مصدر الغذاء بتاعها، في حد بيستخدم مصدر بعض الحاجات الغذائية ده مصدر مثلا الكربون في الغذاء بتاعها. طيب نيجي بعد كده الحاجة اسمها بكتيروفاج. احنا عارفين الفيروسات بتصيب الانسان او بتصيب الحيوان او بتصيب النبات، لكنها ممكن تصيب البكتيريا، في حاجة اسمها بكتيروفاج. يبقى الديفينيشن مهم جدا، بكتيروفاج is a virus which can infect البكتيريا، ودي مكونة من زي ما قلنا الهيد وتيل وكونتراكتيل شيت، هيد وتيل كونتراكتيل شيت. الاستخدام بتاعها او التطبيق العملي بتاعها بتاع البكتيريفاج ممكن استخدمه كان انا بستخدمه ان انا ممكن لو كل فيروس بيصيب بكتيريا معينة، فممكن لو استخدمت الفيروس بعرف البكتيريا، لو استخدمت البكتيريا بعرف الفيروس. يبقى في كفيكتور كلونين، كفيكتور كحامل، في كمان في حياة التطبيقات المعلومات الدي ان ايه المحتوى الجيني ممكن تعرف على البكتيريا، زي ما قلنا كل فيروس ليه بكتيريا معينة، وكذلك العكس. في مجال الابحاث ممكن استخدمه في بعض العلاجات في بعض الاورام او غيره، اسمه فاج سيرابي، تمام، بستهدف خلية معينة. الحاجة اللي بعد كده في حاجة اسمها بكتيريا الجروس كيرف، وحدة مهمة جدا منحنى النمو. نبدأ بالرسمة اللي هنا. البكتيريا لازم احطها لما اجي احطها في وسط غذائي، لما اجي احطها في ميديا اللي هي وسط غذائي، تمام، ميديا وسط غذائي احط لها اكل وشرب وغيره، اللي هي الاوساط الغذائيه كل بكتيريا بتنمو على ميديا معينه. لما اجي احطها عشان تنمو بتاخد مراحل اسمه منحنى النمو. منحنى النمو ده يبدا بحاجه اسمها لاج فيز بحرف الاي، وبعد كده حاجه اسمها لوج فيز المرحله الثانيه بالاو، يبقى الاي في الحروف الابجديه قبل الاو، يبقى لاج اولا ثم او. حاجه اسمها ستيشنري، في حاجه اسمها ديس او ديكلاين فيس. اللي بيحصل في المرحله الاولانيه في اللاج فيس، تمام، البكتيريا بتشوف الوسط الجديد اللي عليها ده، فبتعمل تاقلم او تعود عليها، تعمل ادابتيشن، تمام، لغايه لما خلاص عرفت الدنيا ماشيه ازاي حواليها تبدا تنمو. لما تبدا تنمو طبعا في منها بيموت، بس لما تنمو في اكل كتير، في اكل كتير هنا، فهي او في غذاء كتير، فهي بتنمو بطريقه كبيره، تمام. يبقى عدد اللي بيحصل له جروس اكتر من عدد اللي بيموت، لوج فيس. استشنال لما عاد يحصل نقص في الاكل بتاعها، فهتلاقي عدد اللي بينمو جديد كد عدد اللي بيموت، استيشنري ثابت. اما عدد لما خلاص الاكل بدا ينضب او يخلص او يقل خالص يبقى ديكلاين، يبقى عدد البكتيريا اللي بتعيش اقل من اللي بتموت، او العكس عدد البكتيريا اللي بتموت نفس المعنى، يعني هي اكتر من عدد البكتيريا اللي بتعيش. الجدول، نرجع للجدول، الجدول هو الرسمه، تمام، المفهوم كلمتين. لاج فيز مرحلة التأقلم على الوسط الغذائي، ما حصلش أي ملتبليكيشن، ما حصلش أي نمو.